نجحت كل توقعاته منذ 34 عاماً. أنشأ خوارزمية خاصة به لمعرفة الفائز، وتوقع اليوم أن يكون بايدن هو الرئيس المقبل للولايات المتحدة. إنه المؤرخ آلان ليكتمان، ناشر أسماء الرؤساء الأمريكيين قبيل إعلان النتائج النهائية للانتخابات. فهل تصدق نبوءاته هذه المرة في ظل أغرب جو انتخابي شهدته بلاد العم سام؟ على حسابه الرسمي في موقع تويتر، ذكر المؤرخ الأمريكي ليكتمان أن توقعاته تشير إلى أن ترامب سيكون أول رئيس أمريكي يخسر في إعادة الانتخابات منذ عام 1992، مضيفاً أن جو بايدن سيكون الرئيس التالي لأمريكا. لكن كيف استطاع الرجل الإصابة الدقيقة بكل نبوءاته؟ وعلى ماذا بنى التوقعات؟ أنشأ المؤرخ ليكتمان منهجية تتألف من 13 مفتاحاً تمثل مؤشراً لقياس حظوظ المرشحين للرئاسة، أهمها يتمثل بسيطرة الحزب على الكونغرس والتنافس في الانتخابات التمهيدية وقوة الاقتصاد على المدى القصير والبعيد، بالإضافة إلى التغيرات السياسية والاضطرابات الاجتماعية والفضائح والفشل العسكري في الخارج، فضلاً عن كاريزما الرئيس الحالي وكاريزما منافسه. تبدو توقعات المؤرخ هذه المرة كالمشي على خيط رفيع فوق واد من المشكلات، فبلاده تعاني بطالة غير مسبوقة نتجت عن تفشي فيروس كورونا، وخسارة كبرى في الشركات، وتصاعداً لخطاب الكراهية والعنصرية، وهذا ما يجعل الأجواء هناك تعج بالحذر والقلق والخوف من اليوم التالي لإعلان الفائز، حيث تخوفت تقارير صحفية من عدم اعتراف ترامب بالنتائج إذا خسر، ما يعني جره للبلاد إلى حرب أهلية. هل الأمريكيون وحدهم القلقون؟ ليس بالضرورة، فارتباط واشنطن بجل القضايا والمصالح العالمية تجعل العالم يحبس أنفاسه حقاً وهو يراقب ما سيجري في بلاد تقول عنها لوموند الفرنسية اليوم إن الحفاظ على وحدتها في ظل الانقسام الحاد ما عاد مؤكداً.